شفنا في اول الحلقه سحور جمع النجوم مع حورية فرغلي، واللي هنشوف حالا لقاء معاها هيكون ختام جميل لحلقتنا النهارده. اتكلمنا مع حورية عن اللي اتقال بان دره شمتت فيها وفي وضعها الصحي، وكمان قالت ان مصطفى شعبان خدعها. اتكلموا عليا مش كويس منهم لله، سمعته باظت بس بسبب اللي عمله ده، لان مصر اوضه وصاله وكلام بيوصل. دي كانت رسالة حورية فرغلي لكل اللي شمتوا فيها في أزمتها الصحية لما اتهموها بأنها كانت بسبب عملية تجميل وليست عملية جراحية. قضيت سنتين من حياتي من أصعب سنين عمري، شفت عزرائيل فيهم، عملت 9 عمليات، لفيت العالم، ربنا خلاني أقابل دكتور ياسر البدوي وهو اللي عمل لي العملية في مصر، وكانت انجح عمليه وكانت قريبه قوي من الحقيقه. ودت حورية فرغلي في اول ظهور ليها من بعد العمليه انها تخطف الانظار بفستان ازرق اوف شولدر وبنيو لوك جديد. ووجهت ليها مؤخرا اتهامات بانها بتنتج لنفسها. وادفع فلوس ابويا اللي بقى له 45 سنه جراح في الكويت، يعني فلوسه أدفعها ليه في إنتاج سينمائي وفي ناس بتاخد 40 مليون و30 مليون وهما من كام سنة ما كانوش بياخدوا ولا حاجة يعني. ورغم كده عملت بانر إعلاني لنفسها ردا على مصطفى شعبان. عملت بانر لنفسي لأن أنا ضحك عليا، أنا مضيت على مسلسل أمراض نساء، سافرت جيت لقيت المسلسل اسمه دكتور أمراض نساء، فاتنسب لمصطفى. في البانر صورتي مش محطوطة، كذب عليا وقال لي ان الحياة هي اللي رفضت. شكلك كده عايزة نتعرف قبل، في ناس بتتاخد كده هو من اللي متعرفهم. تمنياتنا ليها بالصحة والسلامة والتوفيق في كل أعمالها اللي جاية.